مشاهدينا أهلا بكم في حوار المساء. الوطن هو أهم دروس الحياة وقيمة تغرس في نفوس الأجيال. هذه الكلمة التي تعيش في الوجدان قول وعمل، روح وبدن، حب وعشق. ليس هناك أغلى من الروح هدية لهذا الوطن. أثر التربية في غرس الوطن وقيمة المواطنة الحقيقية هو موضوع حوار المساء. ويسعدنا يكون معنا اليوم الأستاذة مهرة المطيوعي، خبيرة تربوية. حياك الله أستاذتي الكريمة. مرحبا استاذ عبد الله، وانا اشكر تلفزيون الظفره على استضافتي بهذا البرنامج، وانهم اتاح لي فرصه للمشاركه ولو بجزء قليل في هذا الموقف الوطني المتكامل. واللي احب اوجه فيه كلمه لاهالي الشهداء واقول لهم احسن الله عزاكم واحسن الله عزاء هذا الوطن الذي قدم الكثير لنا ولشهدائنا، وعسى الله يعوض على شهداء عليكم وعلى هذا الوطن بالخير عن الشهداء الذي رحلوا. آمين يا رب، ربي يحفظك يا رب. نحن أيضا شاكرين لك تواجدك وتلبيتك للدعوة في فترة قصيرة، شكرا لك. طبعا نحن نتحدث اليوم عن الوطن والروح الوطنية. الروح الوطنية طبعا لها أثر كبير عندما تكون في التنشئة الاجتماعية والمجتمع والأبناء الصغار، فإلى أي مدى هذا الأثر هو كبير؟ طبعا التنشئة الاجتماعية هي عبارة عن أننا نقوم بنقل ثقافة المجتمع لأبنائنا، سواء الصغار منهم أو الكبار وطلبة المدارس. هنا تأتي أهمية التنشئة الاجتماعية، وخاصة نقل المواطنة والتربية، التربية المواطنة. يجب أن نركز، خاصة الآن نحن في عالم متغير، هناك الكثير من العوامل التي تؤثر على الوطن والتحديات التي يمر بها هذا الوطن. لذا يجب أن نقوم كأسرة، كمؤسسات تعليمية، كمؤسسات إعلامية، كمؤسسات مجتمعية، أن نركز على هذه التنشئة الاجتماعية وقرص قيم ومعارف ومهارات المواطنة الإيجابية والصالحة لدى أبنائنا. تأثيرها الآن على هذا النشأ إلى أين تصل؟ طبعا هذا النشأ يعيش في عالم متغير، وسائل الاتصال مفتوحة، وسائل سواء كان تويتر، أمامهم كل شيء مفتوح، فيجب أن نعطيهم القيم الوطنية الصحيحة، القيمة التي تكون حصن لهم ضد هذه المتغيرات الكثيرة، القيمة أو القيم التي يستطيعون أن يتعاملوا بها، والمبادئ التي يستطيعون أن يتعاملوا بها مع هذه المتغيرات الكثيرة طبعاً. في حياتهم يجب أن نعطيهم أسس وقواعد يستطيعون أن يتعاملوا مع العالم بها طبعا. يجب أن يعرفوا أنهم أولا مسلمين، ثانيا مواطنين، ثانيا ينتمون لهذا الوطن. وكيف يتعاملون مع هذه التحديات بصورة إيجابية لا تؤثر على مواطنتهم وعلى وطنهم وعلى دولتهم. طبعا هذا الحديث يجول في روح الوطنية، أما إذا تحدثنا نحن عن حب الوطن فله أهمية خاصة، فما هي أهمية ترسيخ حب الوطن في نفوس النشأ؟ طبعا اولا نحن لما نقول لهم انت مواطن اماراتي فيعني انت تحترم هذا الوطن، انت تنتمي لهذا الوطن، انت تعتز بثقافه هذا الوطن، انت تعتز بتاريخ هذا الوطن، تعتز بانجازاته. يجب ان نعرفهم تاريخ الوطن بتفاصيله. نعم. الامارات ليست منذ 40 عاما، انما قبل ذلك ما هي ارض الامارات، ما هي التاريخ والحضارات التي قامت على هذه الارض. يجب ان يعرفوا التفاصيل، يجب ان يعرفوا التحديات التي مر بها القاده المؤسسون لهذا الوطن حتى يصلوا هم الان الى مجتمع الرفاه الذين يعيشون فيه. الكثير من النشأ الآن حاليا لم يمروا بالتحديات والصعوبات ولم يعرفوا التحديات والصعوبات، لذا عاشوا في رفاه. فيجب أن نعرف نقول لهم أن هذا الوطن لم ينشأ في رفاه، إنما نشأ على التعب وعلى التحدي وعلى غرس قاموا به الأباء المؤسسون، صاحب السمو المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان، صاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد. هؤلاء قدموا الكثير لهذا الوطن وأبنائهم لا زالوا يقدمون. يجب أن يعرفوا أبنائنا قيمة ما قدم لهم حتى يعيشوا في هذا الوطن. الحمد لله. طبعا هو هذا الغرس هو ما أتى بهذا الحياة الرغيدة لأبناء دولة الإمارات وأيضا كل من تواجد في أرض الإمارات الفتية. إحنا والأدوات التربوية، شو هي الأدوات التربوية التي تستخدمونها في غرس قيمة المواطنة؟ نحن يجب أن تكون هناك استراتيجية متكاملة لغرس قيمة المنظومة متكاملة تتكامل فيها الأسرة مع المؤسسة التربوية، مع المدرسة، مع الوزارة، مع مؤسسات الإعلام، مع المؤسسات المجتمعية. الأسرة لها دور في تعزيز النشأ، في غرس قيم المواطنة والاتجاهات نحو المواطنة، في تعزيز المسؤولية نحو الوطن واحترام قوانينه. كذلك وزارة التربية والتعليم لها دور، وخاصة
في مجال المناهج وتعزيز المناهج وتعزيز قيم المواطن. هو على حسب علمي الآن الوزارة تقوم بتغيير كامل في مناهجها من أجل تعزيز هذه القيم ووضع أساس لهذه القيم لدى الطلبة. أيضا وضعت الكثير من الأنشطة ذات الأثر بالمواطنة وتعزيز قيم المواطنة. المدرسة هي عبارة عن جسر يكمل ما تقوم به الأسرة من تعزيز المسؤولية من خلال الأنشطة الصفية والغير صفية، الفعاليات التي تقوم بها المدرسة، النشيد الوطني، تحية العلم. يجب أن يدرك أبناءنا معنى كل كلمة طبعاً ينشدون فيها صباحا. يجب، هي ليست مجرد كلمات يرددونها، هي صحيح قيم، هي معاني شهداءنا أثبتوها لنا. فيجب أن الطلبة هذين يحسوا بكل كلمة يقولها ويشعرون فيها حتى يتحولوها من قول إلى فعل. طبعا هناك دور آخر، احنا تحدثتي انت عن دور الأسرة ايضا ودور المؤسسات التعليمية التربوية وخصوصا وزارة التربية والتعليم، لكن عندما نتجه الى المجتمع هل هناك دور للمجتمع بكافة شرائحه بكافة جنسياته في المحافظة على المواطنة الإماراتية؟ طبعا ان نحافظ على الهوية الوطنية، اعتقد ان المؤسسات الإعلامية لها دور كبير في الحفاظ على الهوية الوطنية الإماراتية. يجب ان تساند الأسرة ويجب أن تساند المؤسسات التعليمية في هذا الدور. يعني لا يمكن أن المدرسة تقوم بدور إيجابي والأسرة تقوم بدور إيجابي ثم نرى أن الإعلام يقرد بعيدا عن السرب. يجب أن يتم التنسيق بين كل هذه المؤسسات، أيضا المؤسسات الرسمية والغير رسمية في المجتمع. يجب أن تقوم بغرس هذه المواطن. يجب أن لا ننتظر إلى الثاني من ديسمبر حتى نقوم بغرس المواطن. يجب أن يكون كل يوم لدينا تجديد لهذا المواطنة وقيمة المواطنة. طبعا الآن أنتم ماذا رأيتم خلال هذه الفترة والأحداث اللي تحصل؟ وطبعا رأينا عبر يعني قنوات التلفاز وأيضا عن طريق التواصل الاجتماعي، التواصل من خلال طبعا الشيوخ الدولة، قادة الدولة، تواجدهم الدائم مع العائلات وأيضا التعزية، ولكن أنتم ماذا لمستم في الأبناء الصغار حينما مررنا بهذه الفترة؟ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد منذ سنة ونص قال أن البيت متوحد. نعم، هذه الأيام نحن نرى معنى كلمة البيت المتوحد قولا وفعلا. وجود أصحاب السمو مع أسر الشهداء في خيام العزاء يأخذون العزاء بدل الأسرة. نعم، والأسرة تقدم لهم العزاء في الشهيد. هذا كله يترجم معاني المواطنة، معنى أن تكون إماراتيا، تتوحد أنت وقادتك، يتوحد الشعب مع القادة. لله الحمد، يعني الكثير يقولون محظوظون شعب الإمارات بقادتهم، ونحن نقول نحن محظوظون بهؤلاء القادة الذين اؤتمنوا علينا وصانوا الأمانة. طبعا هذه اللحمة الإماراتية، هذا التعاون والتواصل الاجتماعي وإظهار روح المواطنة في شعب الإمارات، هذا ليس شيء بجديد علينا، فالحمد لله نحن تعلمناه من قادة الدولة ومن شيوخ الدولة اللي دائما هم موجودين في الساحة. ونحن في قناة الظفرة لمسنا الكثير خلال تجوالنا الفترة الماضية طبعا في مراكز العزاء وأيضا في هذه الخيام وأيضا في التواصل مع أسر الشهداء، ونقلنا العديد لها حتى نري الوجه الآخر لدولة الإمارات، وهو وجه دائما خير ودائما وجه طيب. الآن نحن في هاي الفترة نتحدث عن تاريخ سيسطر في الصحف، سيسطر في الكتب، سيسطر في التاريخ نفسه. دولة الإمارات العربية المتحدة مع هذا التاريخ كيف سيؤثر في نشأنا القادم؟ قلت لك سابقا، نشأنا الكثير من النشأ أو طلبتنا حاليا أو أبنائنا حاليا عاصروا عصر الرفاه، لم يعاصروا عصر التحديات. نعم، أعتقد أن هذا الحدث سبحان الله يمكن يكون فيه خير، أنهم يدركون قيمة هذا الوطن. هو يدخل ضمن التحدي، توافقين؟ ضمن التحدي. نعم، وأنهم يدركون قيمة الوطن، أن هناك من ضحى حتى يستمر هذا الوطن. نعم، هناك من ضحى حتى يكونون هم في أمان، حتى يكون لهم مستقبل. فأعتقد أن هذا ربما نرى الكثير، أن الكثير يعتقد أن هناك شر، ولكن الخير من ضمنه، لأنه سوف يكون ترجمة لأبنائنا لكي يحافظوا على أبنائه ويدركوا أن هذا الوطن قيمته كبيرة. طبعا هناك من ضحى من أجله سابقا وحاليا. الحمد لله. طبعا أخت مهرة، نحن عندنا كان في تواصل هاتفي، بناخذ هذه يعني الوصلة الهاتفية ونعود إن شاء الله لتكملة الحوار. إذا مشاهدينا، كان معنا مداخلة هاتفية من المملكة العربية السعودية من الأستاذ إبراهيم جريفاني، شاعر وأديب ومناشر سعودي، بناخذكم ونستمع معكم إلى حوارنا في هذه المحادثة. الحقيقة المصاب اللي صار أو الخيانة اللي صارت على واقع الأرض في اليمن وتسببت في وفاة أبنائنا من دول الخليج،
اللي هبوا لنجدة أشقائهم في اليمن. ما في شك أنه هذا المصاب كبير بالنسبة لنا، ولكن تظل الأرواح التي قدمت من أجل هذا الوطن العربي ومن أجل السلام ومن أجل الهدف الحقيقي التي نعي مسؤوليتها، وأيضا القادة في دول الخليج أكدوا وقوفهم مع اليمن الشقيق، لابد من وجود قرابين للسلام الحقيقي والسعادة. فأرجو الله أن يعني يتقبلهم شهداء بإذن الله، ويصبر أهاليهم الذين هم أكثر حقيقة يستحقون أن نقف معهم ونواسيهم، لأنهم فقدوا قرة عين لهم. إنما الأجر والثواب إن شاء الله عند الله سبحانه وتعالى. فكل العزاء لكل المفقودين والأرواح المفقودة، سواء من الإمارات العزيزة أو من السعودية أو من البحرين أو من جميع من قدم ونذر نفسه لإعادة الشرعية لليمن الشقيق. ما في شك أن الأحداث اللي صارت دول الخليج جميعا أجبرت على أن تكون في وجه هذا التطور والتغلغل المقيت في داخل اليمن. هذا الإجبار أوجب وجود عاصفة لإعادة الشرعية بشكل صحيح، وأهل الخليج دوما يمكن العالم كان يفتقد فهمهم أن أهل الخليج مسالمين جدا، ولكن مسالمين عند الحق يجب أن يظهر الحق. وأشقائنا في اليمن والوضع في اليمن المرات له أعتقد أنه أوجب التحرك الحقيقي، اللي أرجو إن شاء الله أنه تنتهي على خير وتعود الشرعية وتعود اليمن كما هي البيت الخليجي دائما في سعادة ورخاء إن شاء الله. الشعب الإماراتي كجسد واحد، لو جرح منه جزء لابد أن يتداعى له الجسد كله. فالإمارات شعب واحد وشعب شقيق. أعتقد أنه كل الشعب الإماراتي أيضا لو فقد ابن من أبناء أي من الوطن العربي أيضا سيتحدون فيها. فالشعب الإماراتي هو شعب يضع دائما الإنسانية في مقدمة كل الأشياء، وليس غريب على الشعب الإماراتي الشقيق أن تجد هذه اللحمة والالتصاق قيادة وشعبا بشكل صحيح. كما بجد لفتني وأكبرت في الشيخ محمد بن زايد أيضا زيارته للمرضى وزيارته لهذا اللي وهذا اللحمة الحقيقية الحقيقة بين القيادة. وإن كنا شفنا أيضا بالأمس خادم الحرمين الشريفين أيضا زار مصابي الحرم، فهذه اللحمة اللي تؤكدها الأصالة اللي كلنا نفخر بها في دول الخليج. فكل التحية للشعب الإماراتي الواحد والملتحم قيادة وشعبا. إذن شكرا للأستاذ إبراهيم جريفاني الشاعر والأديب والناشر السعودي، كان معنا طبعا في مداخلة هاتفية مسبقا نقلنا لكم تعبيراته من خلال شاشة الظفرة. نعود لك يا أستاذة مهرة، طبعا نحن يوم تكلم وهو تحدث أيضا الشاعر والكاتب عن تلاحم الإمارات الحكومة والشعب، فنحن يوم نتكلم عن الدرس العملي الحقيقي ليستفيد الجيل الحالي في دولة الإمارات عن هذا التلاحم بين القادة وبين الشعب. الدرس هو أن الوطن أغلى ما نملك، ومهما فعلنا له لن نوفي حقه. هذا الدرس الذي يجب أن ننقله إلى أبنائنا، ويجب أن ننقل لهم بأن التغني بحب الوطن ليس شعار وكلمات وأغاني نرددها، إنما هو أفعال، هو انتماء. عند حزة الحزة يتحول كل كلمة إلى فعل. يجب أن ننقل لهم ثقافة العطاء الكامل للوطن. لا نسأل ماذا أعطانا الوطن، يجب أن نسأل نفسنا يوميا وكل صباح ماذا سوف نعطي الإمارات. لأن الإمارات أعطتنا الكثير. هذه الدروس يجب أن تزرع في أرواح أبنائنا، لأنهم هم مستقبل الإمارات. نعم طبعا هم المستقبل، وإحنا عن هذه اللحمة بين القادة وبين الشعب أيضا نحن تواجدنا في قناة الظفرة في خيام العزاء، وبناخذ تقرير عن هذه اللحمة أيضا في خيام العزاء، ونعود لك إن شاء الله. إذن مشاهدينا نحن في تقرير مناخذة عن اللحمة والمقارنة الظفرة،
تواجدت اليوم في خيمة عزاء الشهيد سلمان جاسم علي البلوشي من إمارات رأس الخيمة، ورصدت تلاحم وتعاضد أهل الإمارات مع أسرة الشهيد. خلنا نتابع هذا التقرير. والله صراحة ما في أي معاني أو أي وصف حاليا أقولكم إياه، غير أنه قبل ما يستشهد اتصل فينا وحب يقولنا سامحوني. هاي الكلمة اللي من الشهيد يانا، ونحن نقول نحن مسامحنك، والكل مسامحنك، وشعب الإمارات كله مسامحنك، والحمد لله على كل حال. الحمد لله رب العالمين، هو طلبها وأخذها، والحمد لله بنفسه طلب الشهادة وأخذها، الحمد لله على كل حال. وأقول الحمد لله على كل حال. بوجه لشعب الإمارات كلها أن عيال زايد بخير طال عمرك، عيال زايد أسود، الحمد لله على كل حال. هذا تربية أبونا الله يرحمه الشيخ زايد، ربانا وخلانا بيت، البيت يكون موحد طال عمرك، والحمد لله رب العالمين. ونفتخر وأقول للشعب الإمارات يفتخرون بها اليوم ويرفعون رأسهم فوق، إن نحن الحمد لله بخير، الشعب بخير طال عمرك، والحمد لله على كل حال. طبعا الحمد لله، نحن إذا ما أردنا نتحدث عن شيوخنا وعن التلاحم في شعب الإمارات وأيضا وحكومة دولة الإمارات لن نفيهم حقهم أيضا، ولن ينتهي الحديث عن هذا الأمر. طبعا احنا الحين يمكن وصلنا نهاية هذه الفقرة، لذلك نحن نبغي ناخذ كلمات مهمة في إعداد أجيال الغد في دولة الإمارات العربية المتحدة. كيف نحن نقدر نعدهم لمواجهة الفتن، لمواجهة طبعا الروابط والاتحاد والتكاتف؟ أولا يجب أن يعوا ماذا يعني أن يكونوا مواطنين إماراتيين، يجب أن نعلمهم ماذا يعني أن تكون مواطن إماراتي، مواطن إماراتي إيجابي وصالح. يجب أن نعلمهم كيف يحترمون قوانين هذا البلد والنظم التي تسير هذا الوطن. يجب أن نعلمهم القدرة على التعامل مع كل التحديات والمتغيرات والتهديدات التي تهدد وطنهم. يجب أن نعلمهم حب العمل المشترك، يجب أن يكونوا على قلب واحد من أجل مصلحة هذا الوطن. يجب أن يعملوا جميعا. نعم. نحن 7 إمارات لكننا جسم واحد وروح واحدة، يجب أن يدركوا هذا لأنهم هم المستقبل وهم من سوف يقود المستقبل. نحن نشكرك صراحة على تواجدك معنا اليوم، ونتمنى إن شاء الله أن احنا يكون عندنا كوادر إماراتية تعي ما تفعل. ومرة ثانية أوجه لك الشكر. شكرا. إذن مشاهدينا نشكر الأستاذة مهرة المطوعي الخبيرة التربوية.